يقول السائل: هل الجماعات الموجودة اليوم هي ما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا أن نجعل هذا السؤال مرتبطا بالدرس نربطه بحديث الفرق الذي أوردناه في شرحنا لكلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وحديث الفرق معروف وقد ذكرناه من قبل، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي لفظ: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعليه فإن سؤال الأخ السائل: هل الجماعات الموجودة اليوم جماعة كذا وحزب كذا وطريقة كذا داخلة في هذا أم لا؟ فالجواب سهل إن شاء الله، وهو أن هذه الجماعات نفترض أن أصلها على خير وأنها بنيت على سداد، وبالتالي فإن انحرافاتها الطارئة عليها إنما تقربها إلى فرق الضلال بقدر بعدها عن نهج ما عليه الرسول وأصحابه، وبقدر قربها من نهج ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يكون عكس ذلك أيضا سواء بسواء بالنسبة لفرق الضلال. إذن قربك من الشيء يلزم منه بعدك عن الشيء الآخر، فقربك من فرق الضلال يبعدك عن فرقة الهدى، وقربك من فرقة الهدى يبعدك عن فرق الضلال. على أنني أقول إن تجميع الناس على أفكار اخترعتها العقول واصطنعتها الأهواء ثم تحزيبهم على ذلك، هذا في أصله ليس من السنة وليس من الدين وليس من هدي الرسول، بل ليس من الإسلام في قليل ولا كثير. فما بالك بما بني عليه وارتفع على أساسه وأصله، فإن الأمر يكون أشد وأنكى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول السائل: إذا كان الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فما هو وجه قول الإمام أحمد رحمه الله لذاك الرجل الذي قال: الحمد لله الذي هدانا الإسلام، فقال له: قل والسنة، وجزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال حسن، والجواب عليه يسير بتيسير الله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد في موضع التعليم، لأنه إمام عصره وفريد دهره، وصبر الإمام أحمد على محنته جعله علما بذاته على الحق، وبالتالي عندما يسمع مثل الإمام أحمد رجلا يقول كلمة الحمد لله على الإسلام فقط مع عصر يموج بالفتن والأهواء، بالجهمية والمعتزلة بالقدرية والجبرية وأهل الضلال، وكلهم يقول أنا مسلم، كلهم يقول أنا أوحد الله، لكن الإمام أحمد أراد بإشارته هذه أن الإسلام الحق هو ما كان على السنة. لذلك لما قال المؤلف الحمد لله على الإسلام ثم قال إن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، إنما أراد بذلك إكمال البيان وإيضاح المقام، وإلا فإنه لا إسلام حقا بلا سنة، ولا سنة صدقا بلا إسلام، ولكن هو في مقام الإيضاح وفي مقام البيان. لذلك صدر قوله بقوله الحمد لله على الإسلام، لم يقل الحمد لله على الإسلام والسنة،
وقد نبهنا على هذا. ثم قال بعد قليل او بعده بسطرين: اما فان الاسلام يعلم رحمك الله ان الاسلام هو السنة وان السنة هي الاسلام. فهذا كله من باب التأصيل لمعنى يريده هذا المؤلف في كتابه هذا الذي يبني به عقول قرائه ويؤسس فيه اصول افكارهم وقواعدهم العلمية. والله تعالى اعلم. يقول السائل: قول بعض اهل العلم ان المسلمين لم يختلفوا او علماء المسلمين لم يختلفوا الا في توحيد الاسماء والصفات، ماذا تقول في هذا؟ هذا قول بعيد جدا عن الحق، والا فاين القدرية والجبرية في باب القضاء والقدر؟ وايضا اين المرجئة والخوارج في باب الايمان؟ واين الاشعرية في باب اصل الدين الذي ياخذونه من العقل لا من النقل وهكذا؟ فالذي يقول هذه الكلمة هو لم يستوعب معرفة الاسلام ومعرفة المذاهب المناوئة او المخالفة لهدي الاسلام ونبي الاسلام عليه الصلاة والسلام. لاجل ذلك فالكلام لا شك منتقض ولا حجة فيه ولا وجه له من الصواب اصلا ولا فرع. ولو شئنا لذكرنا ايضا الروافض والنواصب واقوال هؤلاء في الصحابة واقوال اولئك، وحدث بكل حرج قائمة طويلة كثيرة عريضة في فرق مخالفة للإسلام ولعقائد مخالفة لسنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فليس إذن القول صحيحا، فالخلاف متسع من دائرة الأسماء والصفات إلى أن يشمل أصول الدين كلها. والله تعالى أعلم. يقول السائل: قلتم بأن في بغداد كان في فترة اجتماع العلم وأهل العلم، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: موطن الفتنة وفيه أو ومنه يخرج المسيح الدجال. أما أنه موطن الفتنة فقد صح الحديث بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في وصف نجد: حيث يطلع قرن الشيطان. واتفق اهل العلم على ان نجد نجدا المراد في هذا الحديث انما هو العراق وليس نجد الجزيرة العربية كما يتوهمه بعض المعاصرين. واما كلمة اهل العلم السابقين كالحافظ ابن حجر العسقلاني والامام الخطابي ومن قبل ومن بعد فكلهم على انها العراق، فنحن نعلم ان هذا موجود، لكن هذا لا ينفي وجود الخير فيها ايضا من قبل ومن بعد، وان ظهر فيها الفتن وان كانت موئلا لخروج قرن الشيطان منها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اما قول السائل بانه يخرج منها الدجال فاني لا استحضر الساعة نصا يدل على ذلك او يشير اليه، ولا اظنه صحيحا وفوق كل ذي علم عليم. والله تعالى اعلم. يقول السائل: هل وافق الامام البربهاري الامام احمد بن حنبل؟ كيف لا، وهو تلميذ تلاميذه والاخذ بنهجه والمترجم في طبقات الحنابلة حنبليا على عقيدته وسمته وطريقته. نعم. هل القرآن الكريم يحتمل معاني متعددة؟ ليس كله بطبيعة الحال، وانما بعض مواضع منه تحتمل معاني متعددة، وذكرنا لكم مثالا على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واقيموا الصلاة. لو اننا اردنا اخذه بعيدا عن السنة كما يفعل
الذين يسمون انفسهم القرآنيين وهم ليسوا قرآنيين ولا سنيين. فالقرآن يأمر باتباع السنة، فالذي يقول انه قرآني فاول ما يجب عليه اتباعه هو الاخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن انكر السنة او خالفها فليس هو متبعا لا للقرآن ولا للسنة. خلاصة القول ان في القرآن فضلا عن السنة مواضع قد تحتمل وجوها متعددة من الشرح او البيان، ولكن وجوه السنة في هذه الاحتمالية اقل، لان السنة جاءت اكثر تفصيلا واكثر تبيانا واكثر ايضاحا، والقرآن قد جاء في الاصول الكلية العامة التي يندرج تحتها كثير من الفروع وكثير من القضايا المتعددة المتداخلة في اصل واحد او تحت اصل واحد، والله تعالى اعلم. يقول: هل يجوز مصاحبة المبتدع من اجل نصحه وتبيين خطئه حتى يتوب من بدعته واخطائه، ام تبيين اخطائه من بعيد وعدم مجالسته والاقتراب منه؟ هذه قضية فصلها المؤلف فيما يأتي من كتابه تفصيلا حسنا طويلا، وبين الواجب في مثل هذا الاصل، وبين القاعدة في مثل هذه المعاملة. فلذلك لا نستعجل الجواب فيما لا او لم نصل اليه من كلام مؤلفنا رحمه الله تعالى. يقول: نريد منكم بيانا للآثار السلفية في هجر المبتدع، هل تصلح لزماننا ام انها خاصة في تلك العصور التي كانت السنة فيها ظاهرة بين الناس؟ هذا السؤال يتبع سابقه وصاحبه، ولكن اجيب اجابة عامة عليه حتى يكون ذلك مفتاحا لكثير من الاخوة الحريصين على السنة والملتزمين بها ان شاء الله. فاقول ان الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الامة الصالحين كلها تدل على اصل راسخ هو تميز اهل البدع عن اهل السنن، ولكن كيف تمارس وكيف تطبق؟ اقول انها تمارس على من كابر الحق، وانها تطبق في من عاند النهج، اما من جهل فليس عليك الا ان تحلم عليه وان تلطف به وان تترفق بدعوته، لا ان يبدأ قولك امامه بالوصف بالبدعة والهجر والشدة والوعيد والتهديد والاخراج من دائرة السنة، فلئن كان فيه بقية من خير فان هذا الاسلوب سينفره ويبعده بحيث لا يرجع الى حق ولا يعود الى هدي ولا يعوب الى سنة. وهذا الشيء يذكرني بالمجلس الماضي والذي قبله، فلقد كان كما لاحظ عدد من اخواننا الحاضرين كان هناك بعض المباحثات والمذاكرات العلمية بيني وبين بعض الاخوة الذين هم حدثاء على مجلسنا وحدثاء على كلامنا، فحصل اخذ ورد وقول ورد وجواب، وقد طال هذا حينا من الوقت بحيث قد توهم بعض الذين لا يعلمون وللأسف من اخواننا ان هذا الذي يناقشنا ليس على السنة وليس على النهج الصحيح. فلقد بلغني ان بعض المتحمسين بغير حق من الشباب تجرأ على هذا الاخ ونبذه بالبدعة، وهذا ما لا يليق ادبا ولا شرعا. اما ما لا يليق ادبا فهو ان اخا لكم في الله انتم تقدرونه و
تعرفونه ناقشهم أو ناقشه وباحثه، فلماذا تصفونه بما لم يصف هذا الأخ الذي لكم به؟ فهذا خلاف الأدب. وأما خلاف الشرع فلأنه وصف لمن ليس أهلا بالوصف بوصفه هذا الوصف البعيد عن الحق والبعيد عن الشرع والبعيد عن السنة، ففي ذلك مخالفة صريحة للشرع، إذ لا يوصف بالابتداع إلا من أقيمت عليه الحجة ثم كابرها وعامدها، وهو الذي يقع عليه الهجر زجرا له، كما وصف أو كما قال السيوطي رحمه الله في رسالة له خاصة أو خاصة سماها الزجر بالهجر، فجعل الهجر وسيلة يزجر بها المخالفين للسنة البعيدين عنها المناوئين لها، والله تعالى أعلم. يقول بناء على ذلك السؤال: هل هجر المبتدع يتنافى والرفق في الدعوة؟ لا يتنافى هجر المبتدع مع الرفق في الدعوة، فإن الرفق في الدعوة هو أصل من أصول الحكمة فيها، والحكمة عند أهل العلم وأئمة السنة وضع الشيء في مكانه، فالرفق في مكانه حكمة والشدة في مكانها حكمة، وأما وضع الرفق في مكان الشدة ووضع الشدة في مكان الرفق فهذا ليس من الحكمة في شيء وليس من الهداية في شيء، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما رأيك في سبب ضلال جماعة التكفير بالرغم من أنهم في الغالب يحتجون بأقوال شيخ الإسلام السلفي ابن تيمية رحمه الله وخاصة كتاب الإيمان؟ الذي أعتقد أن سبب ذلك أمران، وإن كان هذا السؤال خارجا عن موضوعنا، ونحن نريد أن نضبط المجلس بأن تكون الأسئلة المطروحة في البداية في الساعة الأولى كلها متعلقة بماذا؟ في الموضوع، ثم معنا ساعة أخرى أو زيادة في المسائل الأخرى التي نطرقها، لكن يكون هذا الجواب آخر ما نقوله في هذا المجلس حول الدرس وحول ما يتعلق به، ثم نفتح باب الأسئلة مشرعا لكل راغب به إن شاء الله. أقول إن السبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين، أما الأمر الأول فهو قلة العلم، فلقلة علمهم لا يفهمون كلام شيخ الإسلام كما فهمه أهل العلم الذين هم أعلى منهم كعبا وأعمق منهم قدرا وأرفع منهم درجة، فهم لقلة علمهم يفهمون كما يريدون وكما يشتهون. أما النقطة الثانية وهي الطامة الكبرى، فهي أنهم يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون، ولقد رأيت عددا منهم ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول ثم يبتر منه ما يخالف ما هو عليه. وآخر ذلك في الأمس القريب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فيقول: هذا يكون كافرا إذا علم واعتقد واستحل، وإلا كان جاهلا، فإذا بهم يحذفون وإلا كان جاهلا. ثلاثة مصنفين أو أربعة يحذفون هذه الكلمة وهي تنقض عليهم أصل مذهبهم وقاعدة فكرتهم وأس ضلالتهم، لكن هكذا أهل الضلال، كما قال شيخ الإمام الشافعي الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي: أهل الحق يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء والبدع يقولون الذي لهم ويكتمون الذي عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.